بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا وصلنا لغايه رساله كورنثوس الثانيه اصحاح 11، من اجمل اصحاحات رسائل بولس كلها اصحاح 11، لانه اكثر اصحاح يمكن في كل المئة اصحاح اللي كتبهم بولس الرسول بيتكلم عن حياته، وبيتكلم وهو جواه صراع بين يتكلم ولا ما يتكلمش. يبان قوي وهو بيقول انه بيتكلم بصعوبة، لأول مرة بيكشف أسراره، لأول مرة بيفتخر، وكل شوية يعتذر يقول أنا مش متعود أعمل كده، أنا ما بعرفش أعمل كده، بس لازم أعمل كده. فالإصحاح ده مهما قرينا فيه هنحس أنه يعني ملخص تاريخ حياة بولس الرسول وجهاده وتعبه من أجل المسيح، بالذات النص الثاني من الإصحاح اللي بدأوا بالتعبير المنكسر اللي قال فيه أقول أيضا لا يظن أحد إني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي لأفتخر أنا أيضا قليلا. وبعدين لما حط نفسه في مقارنة مع بقية المعلمين الكذابين اللي بيحاولوا يغشوا أهل كورنثوس، قال لهم أهم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة، من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحد، 3 مرات ضربت بالعصا، 1 مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بالسفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعرج، عدا ما هو دون ذلك التراكم علي كل يوم الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعفر وأنا لا ألتهب، إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعف. يعني تحسوا أنها لستة ضخمة من الأتعاب والجهادات عبر السنين اللي حاسس ان هي دي الحاجة اللي هيقف بيها قدام ربنا. فكركم ان احنا قلنا ما قالش عمل معجزات قد ايه، ولا كنايس ولا أساقفة وكهنة، كل ده ما اعتبروهوش مجال للافتخار. هو عارف حسب ما تعلم من ربنا يسوع له المجد انه وزن انسان عن انسان قدام ربنا كم تعب من اجله، بقدر ما تعب بقدر ما ربنا هيكفه. من المنطلق ده عمال يحط لستة المتاعب اللي عد عليه، ختمها وقال إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعف. يعني الطبيعي إنه لما الإنسان الروحاني يفتخر ما بيفتخرش أبدا بإنجازاته ولا مواهبه، إنما يفتخر بضعف. يعني إيه الواحد يفتخر بضعفه؟ يعني يفتخر على قد ما هو ضعيف على قد ما ربنا بيشتغل به. يفتخر انه جاهل وفي جهل ربنا بيستخدمه، يفتخر انه فقير وفقر ربنا بيستخدمه، يفتخر انه يعتبر شخص نكرة غير موجود زي ما قالها في كورنثوس الاولى ويبطل بهم الموجود. فكونه دايما شايف ضعفاته دي اللي بيفتخر بيها، لانه كل ما كان شايفها كل ما ربنا هيشتغل بيه براحته. فقال إن كان يجب، يعني هو الافتخار ملوش لازمة أساسا، اللي بيفتخر بيفتخر بربنا، إنما إن كان يجب الافتخار بحاجة خاصة بالإنسان ما يفتخرش أبدا بما له من إنجازات أو مواهب أو معجزات، إنما يفتخر كم هو ضعيف. وهيدي مثل على كده،
فيقول الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. ما هو يجوز الكلام ده لما يوصل لأهل كورنثوس المعلمين الكذبة اللي همهم يخبطوا في معلمنا بولس، يقولوا ما تصدقوش الكلام ده، الكلام ده فيه مبالغ، الكلام ده مش حقيقي، ما انضربش كل الضرب ده، ما ماتش كل الموت ده. فقال لهم شوفوا بقى، أنا مش أشهد إنسان، الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. أجمل شهادة هي شهادة الله له المجد، أقوى شهادة، هي دي اللي لها قيمة. شهادة البشر يجوز تتغش، يجوز الناس تمدح شخص بأكثر مما هو عليه، ويجوز الناس تظلم شخص وتتهمه بما ليس فيه، إنما هيفضل أهم رأي وأقوى شهادة هي شهادة ربنا. رأي الناس دايما رأي نسبي متغير متقلب ومش مضمون أبدا، وما يوزنش. هل لو الناس كلها قالت عليك إنك أنت صالح ده معناه إنك أنت لازم تبقى صالح؟ الله أعلم. هل لو الناس قالت على شخص إنه شرير زي ما قالوا على المرأة الخاطية، كل الناس أجمعت إنها إنسانة بطالة، هل معنى كده رايحة جهنم؟ طلعت إنها أحسن من الفريسي، سمعان الفريسي اللي كان مضايف المسيح. إذن شهادة ربنا هي الأهم. فمعلمنا بولس الحاجات دي محدش يعرفها عنه. يمكن أقرب التلاميذ عمره ما عرف كل الأسرار دي، لأن ما فيش ولا تلميذ عاش معاه من أول حياته مع ربنا. إنما هنا الشاهد الوحيد اللي حضر معاه كل الألام، واللي شاف يوم يوم ليلة ليلة غلب واحدة بواحدة، هو ربنا نفسه. فهنا بيقول أنا هشهد مين؟ أنا مش محتاج شهادة من حد، الله عالم أني أنا مش بكذب. برضو نرجع ونقول ربنا قصد يسيب لنا هذه الثروة من الجهادات كمثل أعلى لكل الأجيال ولكل الخدام ولكل المبشرين ولكل اللي بيحب ربنا. أو واحد بيحب ربنا شوفوا كم تألم من أجل اسمه، ده دليل حبه. مهما عملنا احنا في حياتنا نيجي ايه في الحاجات دي؟ ما نجيش حاجة. لما الواحد يصلي شوية ويتعب يفتكر نفسه يعني عمل حاجة، فبيجي ايه في الكلام ده؟ لما حد يحتمل إهانة من أجل المسيح هيعتبر نفسه عمل جميلة، يجي ايه في الكلام ده؟ كم تألم هذا الرجل من أجل المسيح، وكان هيحتفظ بسره إلى الأبد لولا مشكلة كورنثوس اللي بدأت الناس تتشكك فيه وهتمشي وراء تعاليم كذابة، كان مضطر أنه يدافع عن نفسه ويحط المعايير المضبوطة. يقول لهم الإنسان هيقف قدام ربنا بألامه بأتعابه مش بأي حاجة تانية. فالجماعة اللي عندكم بتوع كورنثوس دول تعبوا قد إيه عشان ربنا؟ عملوا إيه عشان ربنا؟ إن كان يجب الافتخار سأفتخر بأمور ضعفي، دي هنشرحها بالتفصيل الإصحاح اللي جاي. الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد. تلاحظوا أنه لما يذكر اسم ربنا يسوع له المجد، تلاحظوا أنه معلمنا بولس يحب اسم ربنا أول. فلما يجي الاسم كان ممكن يقولها لأنها جملة عادية، الله يعلم أني لست أكذب، ما هي كده تستقيم الجملة، الله يعلم أني لست أكذب. إنما من هو الله بالنسبة لك يا معلمنا بولس؟ قال الله هو أبو ربنا يسوع المسيح. ده التعليم المسيحي الجميل المستقيم، أننا نعرف الله الآب النهاردة من خلال ابن الوحيد. من هو الله إلهنا؟ هو بالنسبة لنا أبو ربنا يسوع المسيح. وربنا يسوع ده قريب لينا، شفناه وسمعناه ولمسناه وعاش وسطينا في الدنيا. فاحنا عرفنا الآب من ابنه زي ما قال ربنا يسوع في فيلبس، من رآني قد رأى الآب. فازاي تسأل أرنا الآب بعد ذا كله؟ أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني، من رآني قد رأى الآب. فمعرفتنا بالله الآب من خلال ابن الوحيد، نور من نور، إله حقيقي من إله حقيقي. وفي نفس الوقت ربنا يسوع له المجد مبارك إلى الأبد، يعني إيه؟ اسم محبوب في أفواه القديسين. فمتى ذكر الاسم؟ يعني بولس ما يقدرش ما يقولش من كتر حب ربنا يسوع
الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. تلاحظوا أن اللغة فيها حب، واللغة نفسها فيها تمجيد مستمر. منين ما يتقال اسم ربنا يسوع؟ في نوع من التمجيد ده، لأن القلب اللي بيتكلم ده قلب عاشق لاسم المسيح. الموضوع هنا مش خاص بربنا، الموضوع خاص ببولس وآلامه ومتعبه. واضح ان هو بيتكلم بنوع من الحرارة والحماس لأنه مجروح تمام في أبوته ورسوليته، ومع هذا حين يذكر اسم ربنا يسوع لازم يديله التمجيد ولازم يفرح بذكره ويقول الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. الإنسان بتبان حياته من لغته. متى ذكر اسم ربنا يسوع بتحس بإيه؟ يقول القديسين اسم ربنا ده حلو في أفواه القديسين. حلو هو اسمك يا رب طول نهار تلاوتي، يبقى طعمه حلو في آذان محبي وفي قلوب محبي وعلى لسان محبي، فيبقى الواحد عاوز ينادي على ربنا كتير. البعض بيعتبر الطريقة دي أو الكلام ده أو المداخلة دي في الكلام تؤكد أن بولس الرسول كان بيعيش المنهج بتاع صلاة يسوع. كان كتير قوي يكرر اسم ربنا يسوع، وتبان في أكثر من رسالة. من كتر ما بينادي عليه بيطلع اسم المسيح على لسانه كتير، ودايما يطلع بالشكل الممجد اللائق، ربنا يسوع المسيح الذي هو مبارك إلى الأبد يعلم أني لست أكذب. كم واحد فينا يقدر يقول كده؟ كم واحد يقول الله يعلم أني لست أكذب؟ الله أعلم بأي صدق الواحد يقدر يقول كده. حياتك كلها صادقة لدرجة عمرك ما بتجامل نفسك في حتة، عمرك ما بتتجمل شوية في حتة، مفيش أي نوع من الرياء من التظاهر من التزييف. كل حاجة فعلا ربنا عارفها زي ما الناس شايفاها. ربنا شايفها ولا الناس شايفة حاجة ربنا شايف حاجة تاني؟ الله يعلم أني لست أكذب. طوبى هذا القديس اللي وصل بنقاوته بنعمة ربنا أنه جوه زي بره بالظبط، وأن رأي الناس بره مش مهم، وأنه ما قالش كلمة من الكلام اللي فات فيها أي مجاملة لنفسه أو فيها أي مبالغة. لما قال بأختار من لصوص وبأختار من سيول وبأختار أسفار وبأختار إخوة كذبة وفي ميتات، كلام ده ما فيهوش أي مبالغة، لأن الله عالم أني لست أكذب. في دمشق هيحكي لنا قصة كده يبدو نسي يذكرها ضمن المتاعب، أو البعض بيعتبرها أنه حب يصغر نفسه تاني، لأنه طبعا الكلام اللي فات ده يمجده تمام. إنما كعادة القديسين ما يحتملوش مجد من الناس أبدا. فهيحكي لنا قصة تبدو فيها نوع من يعني أنه صغير قوي. فقال إيه؟ في دمشق والي الحارث، الملك اسمه الحارث، كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني. طب ما أنت قلت يا ما ضربت ويا ما تهنت ويا ما تمسكت، هلا القصة دي عاوز أحكيها لكم لأن ما حدش يعرف. فعلا قصة ما جاتش حتى بوصفها بدقة أو بتفاصيلها حتى في تاريخ الكنيسة في سفر الأعمال. فتدليت في طاقة في ذنبيل من الصور ونجوت من يديه. أتاري القصة إيه؟ تعرفين بداية معرفة معلمنا بولس الرسول بربنا يسوع كانت على أبواب دمشق. كان رايح دمشق يهودي متعصب يمسك المسيحيين ويبهدلهم ويجرهم للمحاكم ويرجعهم أورشليم يتحكموا، وكان طالع بغيرة شديدة. وفي السكة ربنا يسوع ظهر وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وانتهى اللقاء بماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وساعتها تعمى مبقاش شايف حاجة، لا بياكل ولا بيشرب، وسأوه كده لغاية ما دخلوا بيه دمشق وقعد ثلاث أيام ما ياكلش ما يشربش. ولما حنانيا جه وعمده ونزلت القشور من عينيه بدأ بحماس شديد يشهد ان المسيح ابن الله، واتقلبت كل الموازين، اتقلبت دمشق كلها. اليهود اللي كانوا مستنيينه عشان يجي يعني يدعمهم في اضطهاد المسيحيين فوجئوا ان هو بقى مسيحي.
فاليهود تآمروا على قتله. فيقال في التاريخ ان كانت هتبقى فتنة لان الراجل ده روماني، فلو تقتل هتبقى مشكلة في وش الملك، والملك الحارث ده يعتقد انه من اصل عربي وانه كان يدي قرابة متجوز او مناسب هيرودس، وهم طول عمرهم ضد اليهود وضد اي طائفة يهودية، فاعتقدهم كانت دي طائفة يهودية. فخاف ان اليهود يموتوه فتيجي في وشه، فقرر انه يمسكه ويسجنه. فاصبح معلمنا بولس مطارد من اليهود ومطارد من الامن البلد، الحكومة بقى نفسها، الحارس الملك نفسه. فقاموا حبايبه يعملوا ايه، ولسه الكنيسة مبتدئة خالص، ده هو رايح يمسك المسيحيين اللي هناك الهربانين يعني بالعشرات يمكن، لسه الاعداد قليلة. قاموا اتفقوا، كانوا عاملين حرس على السور، لان البلاد زمان كانت مصورة لها اسوار. قاموا نزلوه في طاقة في زنبيل، يعني نزلوه من شباك في السور، عملوا له زي كده سبت وقعدوه في السبت، وقاعدين ينزلوه في نص الليل، وحاجة يعني ما فيهاش كرامة، ويبدو ان فيها نوع من الهروب، لانه هرب من الموت يعتبر بعد ما قال في متات مرارا كثيرة. حكى قصة كأنه كان هربان، طبعا كانت حكمة من ربنا لان لسه كان قدامه جهاد طويل قوي، وهو بعد كده ياما تعرض للموت وربنا حفظه لانه كان لسه معاده ولسه وراه شغل كتير وكرازة. لكن ليه ذكر القصة دي؟ قد تكون واحدة من ألامه انه طول عمره عايش هربانه، وقد تكون احدى ضعفاته انه يا جماعة انا مكسوف احكي لكم، بس احكي لكم لان حطوني في سبت ونزلوني من السور زي العيال وهربت. وكأنه يعني عاوز يقول اوعوا تفتكروا بقى ان انا يعني الحكاية على طول امجاد كده، انا في وقت كنت بهرب. لكن طبعا مش باين فيها انه كان هربان خوفا او خجلا، غالبا بضغط الاحباء. الاحباء كانوا دايما يضغطوا على بولس بلاش تسلم نفسك للموت، اكتر من مرة مذكورة في سفر الاعمال ان هم حاولوا يثنوا عن عزمه، كذا مرة يبقى عاوز يطلع يواجه مثلا الجماهير الثائرة في أفسس في أعمال 19، كل حبايبه ترجوه قالوا له لو طلعت هيفتكوا بيك، مظاهرات دي مش هتسيبك. وفي أورشليم حاولوا برضه يخبوه، إنما هو كان مستعد دايما يموت عشان خاطر ربنا. وكأنها قصة من ضمن عشرات ومئات القصص اللي عدت في حياة معلمنا بولس اللي الناس ما تعرفش كل تفاصيلها. فبولس ختم بيها هذه الصحيفة العظيمة في تاريخه، انه ضمن الميتات وضمن الضربات وضمن الجلدات كمان في نوع من الهروب وفي نوع من الخزي والبهدلة، طول حياته عايش فيه من اجل المسيح. انه لا يوافقني ان افتخر، بعد ما قال ده كله قال ايه؟ صدقوني انا مش عارف افتخر، انا لا يوافقني ان افتخر، يعني مش طريقتي، مش نظامي، ما تعودتش على كده، ما بعرفش اعمل كده، وما يناسبنيش كده ان انا افتخر. انا عارف ان نعمة ربنا هي اللي بتعمل كل حاجة، افتخر بايه؟ وقال بعد كده انتم الزمتموني، يعني انتم اضطرتوني افتخر، بقيت بتكلم لغة غريبة عني، بقيت بعمل زي الناس الكذابين اللي عندكم. فمرة تاني بيقول انا مش بتاع افتخار. صح اللي فات وإصحاح 11 10 و11 و12 تلاحظوا الصراع ده، بيفتخر ويرجع في افتخاره، يتكلم عن نفسه ويرجع يقول أنا إيه اللي بعمله ده. في حيرة مقدسة جميلة كشخص تتصارع قوتين، قوة حبه لأولاده مش عاوزهم يتغشوا ويمشوا ورا ناس غلط، وقوة نقاوته وطهارته إنه ما يتكلمش عن نفسه أبدا. إنه لا يوافقني أن أفتخر. كم واحد ده شعاره في الحياة؟ كم واحد مهما عمل من إنجازات يقول أنا لا يوافقني أن أفتخر؟ كم واحد حاسس أن ربنا بيعمل بيه كل حاجة حلوة ما يعرفش يقول أنا، ما يعرفش يقولها، يستكتر يقولها، ويوم ما يقول أنا يقول زي بولس أنا ما أنا، أنا ولا حاجة. أو في كورنثوس الأولى 15 يقول كأنه للسقط ظهر لي أنا، أنا أصغر جميع الرسل، أنا الذي لست أستحق أن أحسب رسولا. طب ده أنت أعظم الكل،
إنما هو مش بيفكر كده. درس جميل في الاتضاع إنه مع عظمة هذا القديس يفضل شعاره أنا لا يوافقني أن أفتخر، ما بعرفش أتكلم عن نفسي. فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. ده جانب آخر بقى من أسرار معلمنا بولس الرسول. كان الإصحاح اللي فات كشف لنا أسرار تعبه وجهاده. الإصحاح ده هيكشف لك عن أسرار رؤياه وإعلانات الله ليه. أسرار بقى خاصة بينه وبين ربنا يسوع. آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. سفر الأعمال ذكر لنا أكثر من مرة معلمنا بولس شاف المسيح فيه. وأشهرها أول مرة في أعمال 9 لما شاف المسيح وقال له شاول شاول لماذا تضطهد. إنما دي مش المرة الوحيدة. أكثر من مرة يظهر معلمنا بولس، وياريت اللي يقرأ سفر الأعمال يطلعه مرة مرة. فالمسيح ظهر لبولس كذا مرة. ده اللي بنسميه مناظر الرب وإعلاناته. يعني إيه؟ يعني معلمنا بولس تمتع أن يرى المسيح بعينيه أكثر من مرة، في رؤى، في إعلانات، في مناظر. مناظر هنا بمعنى أن ينظر الرب. فقال أنا هفتخر. طب أنا لو كلمت بقى عن مناظر الرب وإعلاناته، ده أنا أقول كتير. في وسط جيل بيفتخروا بكلامهم وبشخصياتهم وفلسفتهم، قال لهم طب بالأولى الواحد يتكلم عن خبرته مع ربنا يسوع له المجد. خبرته لا تقل عن خبرات التجلي اللي شافها بطرس ويعقوب ويوحنا. وهناك قصص لا يعلمها أحد ولم تذكر، ده اللي كتبوا الكتاب بس بعض القصص لكن مش كل الأسرار. هنشوف الدليل هنا عشان يحكي واحدة من إعلانات الله. استكتر، يقول في يوم من الأيام مثلا كنت بصلي والمسيح له المجد جالي، مش قادر يقول كده. فقام قالها بالطريقة الجميلة اللي انت عارفينها، قال ايه؟ أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة. طب ما احنا فاهمين، ما انت بتتكلم عن نفسك، ما انت لسه بتقول آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. يعني أي حكاية تحكيها تبقى بتاعتك. إنما ما قدرش يقول عن نفسه أنا أعرف واحد، عشان برضو إيه الناس تتشكك يا ترى هو ولا مش هو. إنما كل المفسرين القديسين أجمعوا طبعا أن الكلام على نفسي. لكن شوفوا الاتضاع، حتى ساعة ما حد يحكي عن حاجة فوق الطبيعة ورؤية إلهية قد تمجده وتظهر قداسته وعظمته، مرضاش يقول حصل وحصل. قال أعرف واحد في المسيح من 14 سنة. ونشوف التعبير في المسيح. في المسيح يعني بدأ حياته في المسيح، تعمد من 14 سنة، دخل الإيمان والحياة المقدسة في المسيح قبل 14 سنة. هنا برضو اختلفوا الآباء، يا ترى القصة اللي هيحكيها دي حصلت امتى في حياته. البعض قال يجوز انها في الثلاث ايام اللي اتعمى فيهم في اول مرة لما شاف ربنا يسوع. شاف بقى، شاف السماء واتفرج على الفردوس وشاف الابرار اللي سبقوه واستنار بعد كده، يعني فتح عينيه بعد ما فاق. البعض بينسبها الموقف اخر انه في اعمال الرسل جيت بلد اسمها لسترا اترجم وظنوه مات، فبيقولوا يمكن دي اللي تفسر لنا أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، لأن هو نفسه مش متأكد ساعتها كان عايش ولا ميت من كتر ما هو شاف حاجات ما ينفعش الواحد يشوفه هو عايش. فبيقول أفي الجسد يعني طال روحي كانت فيا ولا طلعت أنا مش عارف. إنما بعد كده تلموا حوالي التلاميذ وقام ورجع يكرستان. وقد تكون في إحدى ليالي السهر الطويل أو إحدى ليالي العمق اللي قضاها في المركب أو في الجبال، هو عنده ذكريات كتير. لكن كل اللي قاله لنا أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة. أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم. هذه برضو شغلت القديسين بالآية دي. ليه؟ يقولوا أن الرؤى، القديسين بقى بخبراتهم يحكم، يقولوا أحيانا الإنسان حين يرى المسيح أو يرى السماء في اللحظة دي
لا يدرك، ما بيدركش ان كان لسه في الجسد ولا لا. يعني ايه؟ اي حاجه جسديه ما يحسهاش. تعالوا مثلا نقارنها بموقف التجلي، يعني بطرس ويعقوب ويوحنا لما شافوا المسيح على الجبل كانوا فرحانين. تفتكروا في الوقت ده يحسوا بالوقت؟ تحرك ما يحسوش بالوقت، يحسوا مثلا بالناس في الدنيا بتعمل ايه، ما يفكروش. ممكن يحسوا مثلا ان هم تعبانين ولا قاعدين ولا واقفين، ما يشعروش حتى بوضعهم الجسدي. هي دي فكرة في الجسد أم خارج الجسد. لأن القديسين حكوا خبرات زي كده، يجوز مثلا واحد منهم كان يصلي يلاقوه قعد 12 ساعة يصلي وهو واقف، وبعدين ما يحسش إنه واقف، ما يحسش بالتعب، لأنه في اللحظات دي بيبقى زي اللي متاخد في السماء، فحتى جسده لا يتحرك ولا يشعر. كنوع من التورية يسموها، فوق الطبيعة، فوق العقل، فوق حدود الجسد. لكن هو في الجسد بمعنى ايه؟ انه ما زال انسان، ما زال لسه ما ماتش، ما زال داخل حدود الجسد. بطرس الرسول لما شاف الرؤية، الملاية اللي نزلانه من السماء وصوت ربنا يا بطرس قوم اذبح وكل، وفضل بينهم حوار برضه، يا ترى يمكن ما كانش حاسس في الجسد ام خارج الجسد. اذا بعض الرؤى قد تكون خارج الجسد بمعنى الجسد مش حاسس، وقد تكون داخل الجسد يعني زي حلم. يعني يوسف النجار شاف حلم، الملاك بيقول له خد مريم والطفل يسوع وروح مصر، ده كان حلم، فصحي عارف ان ده حلم، لكن كان نايم. لكن احيانا بيكونش الواحد نايم، يكون بيصلي زي بطرس او زي بولس او زي مرات القديسين باوضاع مختلفه. فهنا في شيره وفي حاله ما نعرفش نوصفها الا لما ربنا يدينا نتمتع بحاجه زي كده. في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. يعني ايه؟ في الحاله دي بصراحه ما تقدرش تسال عن التفاصيل. ليه؟ لان دي حاجه فوق الطبيعه، حاجه فوق العقل، حاجه ما تتقاسش بالقياسات البشريه. زي ما تقول ايه، موسى على الجبل 40 يوم، طب يقعد ازاي؟ طب ياكل ازاي؟ طب يشرب ايه؟ صدقني يمكن تنطبق عليها التعبير ده، في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم. ما هو في الجسد برضه فوق العقل. يعني ايه في الجسد؟ طب كان بياكل ازاي ويشرب ازاي؟ ولو ما كانش بياكل ويشرب فعلا زي ما اتعلمنا انه كان صايم، هو في انسان يقدر يقعد 40 يوم من غير ميه؟ حاجات فوق العقل. انما قد تكون القصه خارج الجسد. يعني ايه؟ يعني فوق الطبيعه، فوق الحدود الانسانيه، فوق التفكير البشري والطب والحاجات دي. لست اعلم، الله يعلم. معنى كده في اسرار حتى بولس لا يعلمها. في اسرار كده، في خبرات روحيه، اهو بولس العظيم ده كله بيقول الله يعلم. يعني لو سالته الرؤى دي بيبقى الواحد شكله ايه بالظبط؟ يقول الله اعلم. مش عيب ابدا ان بعض الامور يفضل الواحد يقول فيها لست اعلم، الله يعلم. في حاجات كتير هنفهمها في السماء، مش كله هنفهمه في الدنيا. معلمنا بولس في كورنثوس الاولى 13 يقول الان اعرف بعض المعرفه، ولكن حينئذ ساعرف كما عرفت. اختطف هذا الى السماء الثالثه، واعرف هذا الانسان افي الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم. عادها تاني، لانه كان عاوز يقول يعني نعرفه كويس عشان ما حدش يتشكك، لكن هي طبعا ضمنيا مفهوم انه بيتكلم عن نفسه. والبعض قال يجوز انه بيتكلم عن اكتر من مره، لانه عادها تاني، فيجوز دي مره ودي مره، لانه هيقول في الثانيه دي اختطف الى الفردوس. اغلب الاباء قالوا لا، هو نفس اللقاء ونفس الحكايه، لكن بعضهم قالوا يجوز حكايتين كمان. السماء الثالثه دي ليه بيسموها السماء الثالثه؟ في الاعتقاد السائد ان السماء اللي فيها العصافير دي اللي احنا شايفينها بعينينا دي السماء الاولى اللي فيها السحاب وفيها الطيارات وفيها العصافير. في سماء تانية اسمها الفلك. الفلك مش هو اللي احنا شايفينه بعينينا، ده علماء الفلك يقولوا ده السماء اللي احنا شايفينها دي ما تجيش واحد على ملايين من الحقيقة، ده في نجوم ونجوم ونجوم وحاجات ومجرات. في سماء ثالثة بقى فوق المنظور ده كله وفوق حتى الفلك، هي دي بقى
اللي بنسميها الفردوس، مكان انتظار أرواح الأبرار. لما ربنا يسوع له المجد قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس. الفردوس ده بنسميه السماء الثالثة، على اعتبار انه محدش يفتكر يا ترى الفردوس في حاجة زي القمر مثلا او في كوكب من الكواكب. لا، موضوع مش كده، ده فوق السماء الثانية وفوق السماء الاولى. احنا بنسميه سماء بس لارتفاعه من سموه، انما الموضوع مش حرف، ده موضوع برضو لا يعقل بالعقل. اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يصوغ لانسان ان يتكلم بها. يعني ايه؟ يعني اللي سمعه ما ينفعش يقوله، مش لانه مخبي عننا يعني، لا، يقول انا ما عرفش عبر، وما فيش حد هيعرف يعبر، لا ينطق بها، لان السمع حاله من البهجه والفرح والسلام والتسبيح لا توصف باوصاف ارضيه. ده احنا ساعات لما نشوف لوحة جميلة أو نشوف حاجة حلوة قوي نقول إيه؟ مش معقولة. طب أنت قلت إيه لما قلت مش معقولة؟ ما أنت ما وصفتش حاجة. ما هي معناها أنا مش عارف أوصف، فبقول مش معقولة. ده اللي بيسموه الوصف بالنهج، يعني لا توصف من جمالك. إذا كان الكلام ده بيحصل في الدنيا على بعض الأمور الجميلة اللي عملها ربنا، الواحد يقول مش معقولة، ما توصفتش، ما حصلتش. طب ما هو في السماء بقى بالأول، مش معقولة وما حصلتش وما توصفتش. ما لم تراه عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على بال إنسان. وبالتالي لما بيقولنا الأبرار دول يحكولنا عن السماء، هم مش أنانية منهم بيخابوا عننا السماء، إنما بيقولوا حاجة حلوة أوي. تيجي تسألهم في التفاصيل ما يعرفوش يقولوا، مش ما بيعرفوش لأن هم قصدين يخبوا، لا، لأنها ما تتوصفش، ما تتوصفش من جمالها. حتى سفر الرؤيا اللي ربنا اوحى ليوحنا الرائي انه يكتبه، في الاخر برضو تحس انه ايه؟ الغاز. اوصاف جميلة قوي، لكن ما تقدرش تحط ايدك على حاجة كده يعني حرفية. هي كلها اوصاف تعبر عن جمال الملكوت والحياة الابدية وحضور المسيح والتسبيح والفرح، انما في الاخر ما تعرفش توصف. حتى الوصف يبقى رمزي، كله يعبر عن حاجات اكتر منه هي كده بالظبط. اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يصوغ لانسان ان يتكلم بها. من جهة هذا افتخر، اول ما قال من جهة هذا افتخر يبان ان الكلام على مين؟ عليه هو طبعا، بدل وقع بلسانه وقال من جهة هذا افتخر. يعني هو لانه موقف افتخار رغم ما اشتبعه، بس عاوز يقول لو عاوزين نفتخر احكي لكم بقى. السؤال بقى هنا، انت قعدت 14 سنة يا بولس محدش يعرف الحكاية دي؟ قعد 14 سنة عمره ما حكى القصة دي لحد. تخيلوا انتوا لو واحد فيكم شاف حلم شاف في حد من القديسين ولا حاجة، تاني يوم الجرايد هتكتب، هيبقى الواحد مش مستحمل الجمال اللي شافه. كم وكم معلمنا بولس يدخل الفردوس يتفرج ويتمتع، يفضل كاتم الموضوع في قلبه 14 سنة، ولولا الضرورة ما كانش هيحكي. وده واحدة من قصص، ده في غيرها كتير، لكن مش هيحكي تاني، هي مرة وخلاص، هي مرة من المرات عشان يورينا قد ايه السماء جميلة. وعاوز يقول لنا انا ايماني مبني على خبرات واختبارات وليالي وحب وشبع وعمق، فأنا مش بكذب في الآخر لما يقولوا أنه أنا كذاب وأن أنا بعلمكم غلط. طب أهو واحدة من القصص، من جهة هذا أفتخر ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي. لخبطتنا، أنت بتفتخر ولا ما بتفتخرش؟ يعني عاوز أقول حتى دي أنا مش عاوز أقول دي شطارة مني، ده دي نعمة من ربنا، كونه كشف لي قد ايه الفردوس جميل وحببني فيه، ده نعمة منه. لو افتخرت بيها مش بفتخر كأنها حاجة تخصني او حاجة تمجدني. انا برضو لسه برجع واقول لكم انا لا افتخر الا بضعفاتي.
عاوزين تعرفوا ممكن افتخر بيه احكي لكم حكايه. هنا يقول بقى وهيحكي بقى عن مأساة ومرض وشوكة في الجسد وذل وهوان، وهيقول هو ده بقى اللي انا بفتخر بيه، هو ده اللي انا ممكن احكي فيه براحتي، هو ده اللي انا، هو ده حجمي الطبيعي كإنسان، ان انا حتة انسان ضعيف، الشيطان كان بيلطمني وكنت مشوك كده شوكة في الجسد بتذلني، هذه اللي انا ممكن اتكلم عنه. انما هتكلم عن رؤى واعلانات انا مش بتاع كده، انا بس حكيت لكم عشان تعرفوا انه الحاجات دي موجودة لكن مش بتاعتي. من جهة هذا افتخر، ولكن من جهة نفسي لا افتخر الا بضعفاتي. فاني ان اردت ان افتخر لا اكون غبيا لاني اقول الحق. يعني على فكرة لو انا اتكلمت انا مش غبي لاني بقول الحق. شوفوا كم مرة يقول حكاية غبي دي، صح اللي فات واللي قبله كل شوية يقول ايه اعتبروني غبي، انا هعمل غبي واعمل زي الناس اللي بتفتخر وانا اتجننت الظاهر، بس يلا عشان الناس انتوا يعجبوكوا شغل الاغبياء خلينا نعمل زيهم. وبعدين رجع يقول وحتى لو قلت الكلام ده انا مش غبي، يعني انا بتكلم عن حق، انا مش ببالغ، انا مش بعمل قصص لاني اقول الحق ولكني اتحاشى. عظيم الرجل ده، اتحاشى. تتحاشى قصص حقيقية؟ طب هما بيعملوا قصص مش حقيقية عشان يمجدوا نفسه، انت تتحاشى انك تتكلم عن قصص حقيقية؟ طب ما يمكن تمجد ربنا يقول لا لا ماليش دعوة بالحتة دي، انا اتحاشى. اتحاشى لألا يظن احد من جهتي فوق ما يراني او يسمع مني، لحسن حد يفتكرني اكبر من حجم. انت كبير وانت قليل، لا لا انا ما احكيش لحسن الناس تفتكرني ملاك، تفتكرني قديس، تفتكرني حاجة كبيرة، انا صغير، انا صغير، ده احساسي عن نفسي انا ولا حاجة، ده قدري امام نفسي، فمش عاوز حد يتغش فيا، فعشان كده مش بحكي. اتحاشى لألا يظن احد فيا فوق ما يراني او يسمع مني، يعني انا على قد اللي شايفينه وسمعينه بس. هما شايفيني راجل عجوز وبقول كلام على قدي، وبيقولوا قال ايه ذليل في الحضره، يعني اللي يشوفه كده واحنا قاعدين يعني يحس انه يعني ملوش قيمه، متجاسر في الغيبه وذليل في الحضره، ده اللي قالوه عليه المعلمين الكذبه، يعني ما تقرا له جواب تحس انه ايه كلام شديد، انما لما تقعد معاه تحسه ذليل. قال خلاص انا اتحاشى لئلا يرى في احد فوق ما يراني او يسمع مني، ولئلا ارتفع من فرط الاعلانات. فرط الاعلانات دي معناها ايه؟ دي حكايه السماء دي، ده يمكن كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل فتره محدش عارف، ده فرط دي يعني قصة ايه كتيرة، ده هو كل ما يمكن يصلي صلوة طويلة شوية يشوف السماء ويشوف ربنا ويشوف الملائكة، هو عايش في ملك تاني، عايش في رحم ربنا، انسان روحاني نقي شبعان جدا بالسماء. ففي فرط اعلانات احنا ما عرفناش منه حاجة، احنا عرفنا منه حاجات عينات بس. ربنا يسوع له المجد من حبه لهذا الرسول، خاف عليه، خاف عليه لألا الإعلانات المفرطة تجعله يرتفع. يرتفع يعني ايه؟ أصل ربنا له المجد له عداوة شديدة مع الارتفاع والكبرياء. ضيع من ربنا رئيس ملائكة قبل كده، فكر الكبرياء، الشيطان كان رئيس ملائكة، وضيع منه آدم وحواء، واللي ضيعهم ايه؟ ارتفعوا بفكر متكبر، والشيطان قال لهم تبقوا زي ربنا فوقعوا على دماغهم. وهكذا ياما ناس حلوين ضاعوا بسبب الارتفاع، والارتفاع احيانا يكون سببه بعض الانجازات الروحيه. فقال لئلا ارتفع من فرط الاعلانات، ربنا زي ما تقولوا حب يحصنه، فقال اللي حصنه ايه؟ انه يفضل حاسس بذل الجسد.
انه يفضل عاجز مع كل الاعلانات والمناظر والرؤى والمعجزات والعظمة دي كلها، يقولوا ماله، بس خليه عاجز، خليه متألم، خليه مذلول في جسده، لئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيته عطية شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. برضو اختلف عليها بعض الاباء، ايه بقى الشوكة دي وايه علاقتها بملاك الشيطان وحكاية ملاك الشيطان. البعض مثلا زي يوحنا ذهبي الفم، وده من ألصق الناس المفسرين بالقديس بولس الرسول، اعتبر ان كان عنده صداع شديد كحرب من الشيطان بيجيله كده، بحيث يعني يمزقه صداع عنيف. البعض قال انه يجوز الاهانات اللي جياله من المعلمين الكذبة ومن ولاده اللي عصوا عليه وتهكموا عليه في الكلام، هي دي الشوكة اللي في جسمه، اللي كمان زي الشيطان بيلطمه. انت فرحان بخدمتك وفرحان بولادك، اهو من خدمتك ومن ولادك في ناس بتقول عليك لا رسول ولا اب، ومستغل للخدمة وبتاخد فلوس، طلع عليك اليوم صعب قوي. فالبعض اعتبر ازمة المعلمين الكذبة هي دي الشوكة. والبعض زي ما انتم عارفين قال ان قد تكون مرض في عينيه، لانه يقولوا كانت مناديل وعصائب بولس الرسول. كلمة المناديل والعصائب البعض فسرها ان كان في مرض زي رمض صديدي في عينيه، يطلع صديد والناس كانت تاخد البركة دي وتخف. وقال في حتى تجربتي في جسدي لم تحتقروها، فمشي مع فكرة لا ده مرض ويدعو للاحتقار. وقال انتوا كنتوا بتتعاملوا معايا زي ملاك، ما احتقرتوش المرض بتاعي. وقال لو امكن لقلعتم عيونكم واعطيتموني. فبرضو مشيت مع تفسير البعض ان يجوز ما كانش شايف، فالناس من حبهم قالوا له يا ريت عندنا القدرة نديك عينينا من كتر حبهم فيه. فكل ده قد يكون في اتجاه ان الشوكة دي اكتر مرض في العينين، ومرض مخزي ممكن يخلي المنظر الوجه مش حلو قبيح، وطبعا دي تذل الواحد، تذله مش بس عشان عجز، انما كان مرتبط ان الناس ممكن تقرف منه ومفيش علاج، فتبقى الحكاية مهينة لشخص اب كبير كل الناس بتبصله كده بوقار واحترام. قال اعطيت عطية، يعني مش قالت بليت، لا لا، قال أعطيت، أنا قبلتها كعطية من ربنا، زي عطايا الكرازة وزي عطايا البشارة وزي عطايا الألسنة وزي العطايا اللي كنت ربنا مغرقني بيها دي المعجزات وغيره. خدت كمان عطية من نوع مختلف، خدت عطية هي شوكة، إنما كل اللي بيجي من إيد ربنا عطايا، تيجي شوكة تبقى برضو اسمها عطية. شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. كلمة ملاك الشيطان ليه؟ الشيطان في أصله ملاك، فالأزمة دي أو العلقة دي أو الشوكة دي هي تغيظ، كأنه وراها شيطان بيتحدى عشان خدمته ناجحة. إنما لما يفكر إنها من إيد ربنا والخلاص نفسه، يقول لا لا، دي جاية على إيد ملاك. ولما يحس ان ده تحدي من عدو الخير عشان يعطل الخدمة، يقول يا رب شيل الشيطان ده عني. فقال ملاك الشيطان، يعني ايه؟ هي عطية من ربنا الخلاصي، كأنه ملاك بعت لي الوجع ده عشان اخف، انا نفسي اخف من الارتفاع. ان كانت الشيطان بيعطل الخدمة وماله، ربنا مديله اذن ليلطمني لألا ارتفع. كلمة صعبة، كلمة صعبة. كاد بولس يرتفع، ينتفخ، يفتخر، لقى ألم شديد على وشه، وألم من الأنواع الثقيلة، في ذل، في هوان، في انكسار، في عجز. حتى الرسائل ما بقاش يعرف يكتبها، بقى يمليها. وبعدين في حتة يقول انظروا ما أكبر الأحرف، كأنه بيكتب بصعوبة.
ويقول السلام بيدي أنا بولس الذي هو علامة في كل رسالة، بقت كتابته معروفة لأنه مش شايف اللي بيكتبه. فالظاهر القصة كانت صعبة، ويجوز في وقت كانوا بيسؤون مش شايف، ومع هذا الخدمة ما وقفتش وانطلق في خدمته ولغاية ما ربنا رفع الشوكة دي في وقته. طب ليه بيحكي القصة دي؟ بيحكيها لأنه بعد ما حكى عن نفسه أمجاد وأتعاب ورؤى، عاوز يحكي المهانة والذل والضعف عشان يقول هو ده بقى اللي أنا بعرف أتكلم فيه، هو ده بولس. سيبكوا بقى من الرؤى والإعلانات دي مش بتاعتي، إنما أنا الحتة دي، أنا الضعف ذاته، أنا الذل، أنا الغلب، أنا إنسان محدود، وربنا عمل بي ده كله وأنا في الحالة دي. فيقول من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. بولس كان في الوقت ده ممكن يعمل معجزات حتى دون أن يصلي، من كثر دلته أمام الله وعظمته كان ممكن يعمل معجزات بالمناديل والعصائب اللي طالعة من جسده. وكان منين ما يقول باسم ربنا يسوع المسيح له المجد، الشياطين تترعب منه، الشياطين نفسها شهدت وقالت يسوع أنا أعرفه، بولس أنا أعلمه، الشيطان نفسه نطق قال إلا بولس بتاعك ده أنا بترعب منه. فهو كان بيعمل معجزات يعني بدون مجهود، فصلاته كانت قوية جدا ومستجابة بسرعة شديدة أمام الله، إنما جت عند مرضه هو والحكاية وقفت وأصبح باب النجار مخلع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. تلاقي المرة بمرة يعني المرة تهز جبال، ده بولس بيتضرع مش بيصلي، يصرخ يا رب شيل الشوكة دي خليني أعرف أخدم، شيل الشيطان ده بقى، أنا الشيطان يذلني وأنا كل الشياطين بتجري مني وتهرب وتترعب من اسمي، حتى بقى الشيطان تديله فرصة يذلني كده ويهدني ويعطلني في خدمتك. فبقى تضرع لربنا، ليه يا رب أنا مش فاهم بتعمل كده فيا ليه؟ 3 مرات أنا بتصور إن المرة دي يعني يمكن أسبوع يمكن شهر يمكن ليلة طويلة للصبح، يعني تضرع. وربنا بيحبه جدا ويستجيب بسرعة جدا لمثل هذا القديس. أن يفارقني فقال لي، جاله صوت بقى أخيرا، جات الاستجابة، بدل جاتي ما هيخف، لا جات استجابة غير المتوقعة. قال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. قال له هو أنت مش كفاية اللي عندك؟ عاوز تخف كمان؟ وأنت عندك حاجات كتير مش كفاية؟ أنت واخد نعمة كبيرة أوي، واخد نعمة بتشوف السماء بعينيك، واخد نعمة بتشوف المسيح له المجد، واخد نعمة كنايس بتفتحها ومعجزات بتعملها، كفاية كده، خلي بقى الشوكة جنبها، أنا مش عاوز أشيلها. ربنا قال له كده، قال له أنا مش عاوز أشيلها، أنا شايف النعمة اللي عندك تكفيك وزيادة، فأنا عاوزك ضعيف، فأنت لو شلنا الشوكة دي مش هتبقى ضعيف، فأنا عاوزك ضعيف، فتكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل أو تكمل. يعني إيه؟ لما تبقى ضعيف يا بولس هشتغل بيك أحسن، هتبان قوتي فيك أكتر، إنما لما تبقى قوي يجوز تتغش في روحك أو الناس تتغش فيك، إنما وانت ضعيف قوي كده ومكسور ومزلول ومهان، يوم تحصل بقى إنجازات في الخدمة صحيح ده مش شغل بشر، ده مش شغل بشر، تبان النعمة وتبان القوة. فربنا قال له أنا عاوزك ضعيف، إيه رأيك؟ ولا أنت مش هتشتغل معايا غير وانت قوي؟ ولا أنت يا بولس عاوز تشتغل معايا بالشروط؟ ما تتجربش، ما تتجرحش، ما تتشوكش. قالوا لا يا رب، لا أنا أشتغل معاك زي ما أنت عاوز. بعد ما جات له الرسالة بقى الرد، قالوا الرد ما بقاش بقى زي حالتنا يعصلك ويقاوح ويفاصل وليه وطيب، لا خالص بقى، نقل على طول على صلوة أخرى، قال فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي.
لما ربنا قال لي انا عاوزك ضعيف، قلت له يا رب انا فرحان قوي بالشكر، انا مبسوط خالص من الشكر دي، كتر خيرك على هذا الالم، انا سعيد انك انت سايب الشيطان يلطمني، ان كان انت عاوز كده انا راضي وفرحان وشبعان وبكل سرور افتخر في ضعفاتي بكل سرور. يا كم واحد يقدر يقول الكلمة دي في تجربة، في بهدلة، في ألم شديد، في هوام، بكل سرور أفتخر، يعني أصبحت موضوع افتخاري، يعني بقى يدخل على الناس وهو مبسوط، والناس يمكن تتصعب عليه، مش كده؟ في ناس كده تعمل أصوات كده أو تقول كلمات تجرح أحيانا المريض أكثر ما تريحه، لأنها بتفكره بعجزه وبهوانه، إنما هو مبسوط جدا، هو مبسوط أن ربنا سمح له بالشوكة دي ومن خلالها يشتغل بيه براحته. أفتخر بالحري في ضعفاتي، يعني هي دي بالأولى اللي هتكلم عنها يا رب، مش هتكلم تاني خالص بقى تعبت قد إيه وعملت إيه وشفت إيه، لا لا لا، أنا هتكلم أنا قد إيه مذلول وقد إيه ضعيف بس، والباقي الناس هتفهمه لما يلاقوا بقى خدمة ويلاقوا خير، يقولوا فعلا المجد ليك يا رب، انت عجيب في عملك، تشتغل بواحد زي كده، واحد بيجر رجلي جر، واحد كأنه اعمى مش شايف، هو ده رب اللي تختاره دونا عن البشر عشان يبقى الكارز الاول في المسيحية. وفين الشباب وفين الصح وفين الناس اللي ممكن تعمل شغل تمام؟ انا مش عاوز ده كله، أنا عاوز بولس العجوز المريض، هو ده اللي هشتغل بيه. ربنا له حكمة. الجزء ده يكشف لنا حاجة مهمة، إن في ضعفات أو تجارب أو أشواك في حياتنا هي دي مجال نعمة ربنا، هي دي الجو اللي بيشتغل بيه ربنا، هي دي مصدر القوة الحقيقي في حياتنا. اوعى تفتكر ان مصدر قوتك الروحية شوية القرايات ولا حتى يمكن الصلوات اللي بتصليه، ده يمكن مصدر قوتك هو ضعفك، هو ذلك واحساسك انك ضعيف ومذلول، ده الاحساس ده الواحد يخلي ربنا يشتغل بيك براحته، لان هي القاعدة قوتي في الضعف تكمل، كل الشغل يطلع كامل ومظبوط طول ما ربنا بيشتغل مع واحد ضعيف، إنما يشتغل مع واحد قوي يبوظ الشغل. شاول الملك في أول حياته كان قوي، كان ضعيف، كان صغير، لما عملوه ملك قال أنا ما ينفعش وكان بيهرب، والناس اتريقت عليه يوم ما اترسم ملك وهو سكت، قال معهم حق صحيح، إيه اللي جابوه حتة فلاح جاهل يعملوه ملك على إسرائيل كلها؟ فحتى لما اتريقوا عليه كان ضعيف نظر نفسه، أنا فعلا فلاح ما فهمش حاجة، وبعد يوم التدويج ده رجع اشتغل في الحقل تاني، ولا فاهم يعني إيه ملك، ولا حاسس بكرامته. وبعد سنين تلاقي شاول واحد تاني، بقى يقول أنا شاول، أنا شاول، مش أنت بتاع امبارح اللي كنت شايف نفسك ضعيف وربنا عمل بيك شغل تمام، ودخلت حرب غير متكافئة، إنما ربنا عمل بيك نصرة تمام، لأنك كنت ضعيف. لكن على اخر ايامه بقى حاسس انه هو حاجة، انا شاول الملك، ايه داود ده اللي يقولوا عليه قتل داود ربواته، هما نسوا مين الملك؟ الله، انت اللي نسيت انت مين، انت نسيت انك ضعيف، انت نسيت انك فلاح غلبان، ده ربنا اللي عامل منك بني ادم وعامل منك ملك. لما نسي الكلام ده راحت القوة وبقى لعبة في ايد الشيطان، بقى الشيطان يذله لغاية ما ضاع. ايه اللي ضيعه؟ الارتفاع، انه ما بقاش قابل الضعف، بقى فاكر نفسه قوي، ما بقاش ربنا عارف يشتغل بيه، واتهزم الشعب كله بسبب شاول اللي شايف نفسه شوفه. لكن لما الواحد يفضل طول عمره ضعيف في عينين نفسه ويصرخ طالبا الرحمة والقوة من ربنا، ربنا يشتغل بيه، قوتي في الضعف تكمل، آية جميلة ومعزية، هتكمل أو تكمل كل شيء. يعني إيه؟ اوعى تفتكر إن ربنا مش دريان باحتياجاتك،
مش دريان بمرضك، مش دريان بتجربتك، مش دريان بالمرار اللي انت فيه، هو عارف كويس. وهي دي بالذات اللي هتخلصك، هي السكة الضيقة دي رأس مالك، هي الظروف الصعبة دي اللي هتخلي ربنا يشتغل بيك ويوصلك السماء، ويمكن يوصل ناس على حسك. ولو راحت الحتة دي يمكن انت نفسك تهلك وتضيع. عشان كده الشاطر فينا يقول له اعطيت شوكة في الجسد، لما يلاقي الشوكة يقول له رب عطية من ايدك، اشكرك على الشوكة، اشكرك على الضعف، اشكرك على الذل، اشكرك على هذا الهوان، لان اللي انا فيه ده هو عنوان قوتك، هو المجال اللي تشتغل بيه. اشتغل براحتك، خليني ضعيف بس ما بعدش عنك ابدا. تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. ساعات الواحد يطلب من ربنا طلبات وربنا ما يستجبش ويتاخر، وهو ما بيستجبش في صوت بيقول تكفيك نعمتي احنا مش راضيين نسمعه. ربنا مش راضي يستجيب، ده في نظرك، انما هو استجاب وقال ايه؟ قال تكفيك نعمتي. انت مش عاجبك الاجابه، انت مستني ينفذ الطلب. انا قلت يا رب شيل المشكله دي، حل القصه دي، طلع التجربه دي، وهو يقول لك حبيبي تكفيك نعمتي. اقول له انا مش سامع، انا مش عاجبني الكلام، انا عاوزك تعمل اللي انا بقوله. ثم ربنا شايف حاجه احلى، شايف هتفضل كده شويه افضل، شايف كده كفايه. انت مش شايف كده كفايه، هو شايف كده كفايه. الوضع ده كده يا رب عاجبك وكفايه كده، كفاية كده، كده كفاية، كفاية تخلص نفسك على قد كده، كفاية انك تعدي ايامك على خير بالظروف الصعبة دي. ما هو ربنا ان كان عليه يقدر يغير كل حاجة ويحل كل المشاكل ويشيل كل الاشواك، ما اسهل ان ربنا يعمل كده. بس يا ترى هو ده لصالحك ولا ده مش لصالحك؟ هو اللي عارف. تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور افتخر بالحري في ضعفاتي، لكي تحل علي قوة المسيح. يعني لما الواحد فينا يقبل مرضه، يقبل عجزه، يقبل تجربته، ومش بس يقبلها، يرفعها صلاة شكر، يا رب اشكرك على الضيقات، اشكرك على الايام الصعبة، اشكرك على الظروف الضيقة، اشكرك على عجزي وضعفي، تحل علي قوة المسيح، تبان فيه النعمة، يبتدي بقى يتعزى ويفرح وكأنه لا عاجز ولا ضعيف ولا أي مشكلة. ساعات الواحد يشوف مريض متذمر ويكون مرضه حاجة بسيطة، وطول ما هو متذمر لا عارف يصلي ولا ربنا لا راضي يتعزى بربنا، ومن غلط لغلط. ساعات يشوف مريض مرضه صعب جدا ومؤلم، إنما شاكر وراضي، يحس أن عليه قوة المسيح، وإن في نعمة، وإنه ممكن على قد الظروف دي يخدم ويوصل ناس للسماء، وإنه على قد الظروف القاسية دي يكون قريب جدا من ربنا أكتر من أي مرحلة في حياته. تحل عليه قوة المسيح. لذلك أصرح بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا جميعا.